ربنا من الرجال والنساء واني اعوذ بك من الشيطان الرجيم ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب الحضور بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم وجه الى كل من حسدني بالسوء اما تتمر خال من كان عدوا له مميت كف كل من توجه بدور ليله في عاجل يا من يدر مميت كف كل من توجه بدور ليله في عاجل يا من يدر نافع اهل كل من جنابي نحى بدر والتزر عنابي كريم كريم يا تكريم يا دوم بجاه ما جعلتني له القديم احد جدي بأمواء اشفكا بك ضيادا اخزلي من اشركا نفيد الشك وعد آية في القميص يا من كفيتني الامير والخميس نفيد شكي وعد آية في الخميس يا من كفيتني الامير والخميس علمني الغلام تعليما عليم وليهب منك التكلم الكليم دعائي اطجبت ربي في سفر ودفا عدوا قد قلعني في الحفر ودود ودني بالانتهاء بالامن والبشر وبالهاء وهب هب لي مواهب الكبير وخطن بارزي فورا للخبر وهب هب لي مواهب الكبير وخذ مبارزي فورا للخبر وهب هب لي مواهب الكبير وخذ مبارزي فورا للخبر انزل على شحس حاني بضر سطوة عزرائيل تطفو للشرر للمصطفى وجه بلا انتهاء قير سلاميك وذل هائي للمنطقة وجه بلا انتهاء قير سلاميك وذل هائي لهائي يجعل ثرمدا محودا لي بقدرك أحكم الوحودا لك انصرفت بالنبي من الهدى عليه صلي وفك إذا من عدا هب لي عنا عن السلاح بالمميت ولتعنني عمن قلاني ويموت هب لي عنا عن السلاح بالمميت ولتعنني عمن حلاني ويموت هب لي عنا عن السلاح بالمميت ولتغنني عمن قلقني ويموت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين.